هل قلت لنفسك بعد أن انتهيت من مشاهدة فيلم إباحي: هذا يكفي، ما أفعله هو خطأ، يجب أن ينتهي؟ اعرف أنك لست الوحيد الذي تعاني من هذه المشكلة، أنت أفضل من كثير من أولئك الذين لا يؤنبهم ضميرهم لارتكاب الخطأ. الخطوات التالية ساعدت الكثير في التوقف عن مشاهدة هذه الأفلام وانطلقت بهم إلى فصل جديد من حياتهم. الخطوة الأولى: القناعة بقرار التوقف. فإن لم تقتنع بعد، يجب أن تبحث أكثر في نفسك وأن تجد القناعة أن الاستمرار في ذلك ما هو إلا انزلاق في واد لا قرار له. كلما ضعفت، ذكر نفسك بقوتك وحول الأفكار السلبية إلى أخرى إيجابية. الخطوة الثانية: اجعل الله عونك في رحلتك. تذكر أن نيتك الطيبة سيجازيها الله بالعون ويساعدك في مسعاك على التوبة لوجهه الكريم. الخطوة الثالثة: حاسب نفسك، حلل واقعك بدقة وأجب عن هذه الأسئلة: لماذا وصلت لهذه المرحلة؟ ما هي المحفزات التي تجعلني أتجه لمشاهدة هذه الأفلام؟ الخطوة الرابعة: توقف الآن فورما تقرر التوبة، ولا تؤخرها لغد أو يوم آخر، وأخلص لله دعاء أن يعينك في مسعاك، وابدأ رحلتك للحرية. الخطوة الخامسة: نظف بيتك، قم بإتلاف الأقراص الصلبة ومسح النسخ الإلكترونية من جهازك. تخلص من مفتاح غرفتك وتعلم أن تترك باب غرفتك مفتوحاً، خاصة عندما تكون على الكمبيوتر، فهذا يحد بشكل كبير من خلوتك مع نفسك التي يسول لك شيطانك مشاهدة هذه الأفلام فيها. الخطوة السادسة: صحح سلوكك الجنسي. إن لم تكن متزوجاً، فتذكر أن هذه الأفلام هي من أهم أسباب العجز الجنسي بعد الزواج، فالمدمنون على الأفلام الإباحية معرضون لسرعة القذف وعدم الانتصاب ومشاكل أخرى. أما إن كنت متزوجاً، فتذكر أن الأفلام الإباحية من أهم مسببات تدمير الزواج. حاول في علاقاتك أشياء جديدة تستثيرك، فاستمتاعك مع زوجتك سيكون له أثر كبير في كبح جماح شهوتك. الخطوة السابعة: أنت أعلم الناس بنفسك، فحاول قدر المستطاع تشتيت هذه المحفزات متى وجدت. مثلاً، لا تفتح الكمبيوتر إن لم تكن لديك فكرة واضحة عما تريد فعله، فذلك يفتح الطريق أمام مشاهدة هذه الأفلام مرة ثانية. كن أنت من يقف قبل الوصول إلى الحافة. الخطوة الثامنة: يجب أن نعرف كيف نتعامل مع نوبات الشهوة. إن النوبة تبدأ بسيطة وتزيد إلى حد معين، ومن ثم تبدأ بالتلاشي خلال أقل من 30 دقيقة فقط. لذلك عندما تنتابك الشهوة في المرة القادمة، تذكر أن النوبة ستتلاشى بعد دقائق بسيطة وأنك تستطيع التغلب عليها. الخطوة التاسعة: أن لا تخضع لوسوسة إني قوي الآن وأستطيع مشاهدة الأفلام دون أن تؤثر في نفسي. هذه من أخطر أسباب العودة إلى الإدمان. الخطوة العاشرة: كافئ نفسك وشجع نفسك، سيساعدك ذلك على تقوية همتك. عندما يوفقك الله للتخلص من هذه العادة، ساعد غيرك. قم بمشاركة من تعرفهم بتجربة هذه الطريقة. قد يكون في مشاركة مثل هذه الخطوات البسيطة المفتاح للكثير من أصدقائك الذين يرغبون التوقف أيضاً.